بكم في بقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وكلمته المقدسة. الآن إلى دراستنا. رسالة الميلاد 2. مرحبا بكم في دراستنا للكتاب المقدس. هذه هي دراستنا الثانية للميلاد. في الواقع هذه هي دراسة عن مجيء الرب يسوع عندما ولد كطفل في بيت لحم منذ حوالي 2000 سنة مضت. في دراستنا السابقة نظرنا إلى بعض نبوءات العهد القديم والتي تعطي تفاصيل محددة عن مجيء الرب يسوع. نظرنا إلى القليل وهناك المزيد الذي يمكن أن يعطى. نبوءات العهد القديم هذه وتحقيقها هو دليل آخر بأن الكتاب المقدس هو مكتوب فقط من قبل الله. فقط الله هو من يخبر بدقة واتساق عما سيحدث في المستقبل. في هذه الدراسة سننظر إلى فقرات أكثر في هذا الوقت في العهد الجديد والتي تخبرنا المزيد عن مجيء الرب يسوع. نحن على وشك البدء في إنجيل لوقا في الإصحاح 2 والآية 1. نقرأ هناك: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المذكورة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. نقرأ عن بعض